وادري ان انا ممكن اثق فيك وافتح لك قلبي ممكن تفهمني وتساعدني. انا كليلتش بس انت فهميني شو القصه. فواز انا مريضه. سلامات، ايش فيك؟ وليش ما قلتي حق ابوك؟ ما اقدر اقول حق ابوي. ابوي اذا قال ان انا مريضه بهالمرض احتمال يموت. يا ساتر، هو المرض شايد لهالدرجه هذه؟ قبل كم يوم كنت بالجامعه كنت احس كذي بعوار في صدري ما قادره اتنفس. كاتمه ما ادري شلون، وهذه المشكله الحاله كانت تجيني اكثر من مره. المهم اللي كان معي زميلي كان يقول لي ليش ما تروح تفحصين؟ احنا اوريدي مستشفى جامعي على الاقل عشان ترتاحين تطمنين. ايه وفحصتي؟ وش طلع؟ طلع عندي سرطان في الرئه مراحل الاخيره. لا مستحيل، اكيد في شيء غلط بالتشخيص. يعني في ناس وايد شخصوا وكان عندهم اخطاء بالتشخيص. بعيد الشر عنك، ان شاء الله ماكو الا العافيه. للاسف مرض سرطان الرئه بالذات ما تقدر تكتشفه الا في مراحل الاخيره عقب ما يكون قضى على الرئه خلاص. بس في علاج، صدقيني في علاج. غير الألم، غير العذاب. تعرف شنو العلاج؟ العلاج الوحيد هو الموت. لا تقولين كذي، تكفين. رحمة الله موجودة. آسف فواز، آسف إني قاعدة أشاركك هذا الألم. يعني بدل ما قاعدة أشاركك شيء زين، قاعدة أشاركك ألامي. أنت الوحيد القريب من قلبي حبيب. لا تطالعني كذي. إيه حبيب، أنا في هذه اللحظات، لحظات عمري الأخيرة، ما بستحي أقول عن مشاعري أو أعبر عنها حتى لو ما كنت أتبادل نفس الإحساس. منو ما يحبك؟ لا أنا أحبك ميس. أنت واصلة وياي أصلا مرحلة يمكن تكونين أغلى إنسانة عندي بالدنيا. كنت لازم أقول لك، كنت لازم أحس بوجودك يمي على الأقل في لحظات أيامي الأخيرة. هذه مو أيامك الأخيرة، أنت راح تعيشين إن شاء الله. إحساسي ما يخيب، وأبوك لازم يدري. لا طبعا فواز، انا وثقت فيك انت، ما المفروض احد يدري. تعرف لابوي درش بيصير احتمال يموت. مستحيل. المستحيل ان انت تخون فيني ما تحقق رغبتي.